اليوم كما تشوف كان واحد هذه هي الرجاء. الرجاء كما كيقولوا نهار كتحتاج وليداتها، كتحتاج مؤسسه المنخرط، فكتبين على اننا كنا ايد وحده. اليوم السي البدراوي كان واحد المطلب جماهيري، هذاك المطلب الجماهيري خصو يتفعل اليوم بطرق اللي هي قانونيه. كانت واحد التشكيك ولا واحد الاشاعات ما يكونش النصاب القانوني، فكنظن تقريبا ماشي كان غير النصاب، كان جوج المنخرطين حاضرين اليوم. هذا الشيء يدل على شيء، فكيدل ان مصلحه الرجاء هي الاولى. هذا السيد جا بغى يتحمل المسؤوليه، خصنا نشكروه، خصنا نوجدوا ليه الظروف. واحسن حاجه اللي وجدنا ليه اليوم هو انه عطينا الصلاحيه يشكل لائحه ديالو، يدخل الناس اللي غيكونوا معاه، الناس اللي غيخدموا معاه، الناس اللي كتوفر فيهم الشروط. كنتمناو ليه التوفيق، كنتمناو ليه ديك الوعود اللي عطى اننا نشوفوه على ارض الواقع. وعندنا يقين بان السيد ان شاء الله غيزيد بالرجاء لقدام. خاصنا حنا كجماهير وكمنخرطين نلتفوا وراء هذا السيد هذا، ونعطيه واحد الدعم معنوي، ونعطيه واحد الكلمه كما كنقولوا فين يخدم، واحد الظروف اللي تكون مريحه باش هذا السيد يخدم، ويوجد لنا واحد الفريق اللي كيحلم به اي رجاوي. واليوم كيف ما كان نقاش وخلاف في الفيسبوك، فاليوم على خلاف ذلك فالتصويت ما دامش دقيقه، وعطينا السي البدراوي الصلاحيه. كنتمنى الله سبحانه وتعالى انه يوفقه، لان في نجاح السي البدراوي فهو ماشي نجاح ليه بوحده، ولكن نجاح لجميع الرجاويين اللي كيبغيو يشوفوا فرقتكم كبيره، وهذا حق مشروع وديما ديما راجع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.